الأخوة الأعزاء، اليوم هنتكلم مع بعض عن كيفية توصيل الدائرة الكهربية لمبرد المياه المنزلي بناء على طلب الأخوة المتابعين. ماشي، هنشرحه نظري وهنشوفه إن شاء الله عملي على الواقع. أول حاجة بنعمل مع بعض منبع التيار الكهربي، بنحدد الدائرة بتاعتنا الأول، الدائرة الكهربية لمبرد المياه المنزلي، ونركز ساخن بارد. في اي دايره كهربائيه بحدد منبع التيار الكهربي بتاعي، ادي طرف تيار متغير 220 فولت، وهنشتغل بلون تاني عشان نحدد الاطراف بتاعتنا، وليكن الاخضر. هذه طرفين الكهرباء بتوعي اللي موجودين في المنبع. ماشي، بعد تحديد الاطراف طبعا دولت الفيشه بتاعت الكهرباء، هناخد مع بعض طرف هنزله على مفتاح كهربي، ونفس الطرف هاخده كده هنزله نفس الطرف زي ما احنا ماشيين كده، هيتاخد على طرف تاني، مفتاح تاني. يبقى انا عندي كده مفتاحين كهرباء، واحد بشغله بيشغل خط الضاغط، والتاني هيشغل خط السخانات. خليكم معايا واحدة بواحدة. بعد كده بطلع من مفتاح التشغيل، ماشي، بطرف على ترموستات، يبقى انا عندي هنا مفتاحين تشغيل عموميين، واحد للتبريد وواحد للتسخين. ماشي، هنمشي دايره التبريد الاول وبعد كده نكمل دايره التسخين. يبقى طرف مفتاح ترموستات، بنزل من الترموستات بلاقي عندي في النهايه هنا محرك الضغط. لحظة كده، سي ار اس، وموجود معايا ريليه تقويم، سوري ريليه تيار عفوا. ماشي، نقطة التلامس الأولانية بتتوصل مع إحدى نقاط التلامس بتاعة الريليه، وآدي المحافظة وقلب حديدي، وآدي الملف الكهربي بتاع الريليه، آدي طرف ملف، نهاية الملف متصلة مع ملفات التشغيل، بداية الملف مع إحدى نقاط التلامس متصلين مع بعض، وهياخدوا طرف من اللي جاي من الترموستات. تمام كده معايا؟ بعد كده الطرف التاني هطلع بيه على ملفات الضاغط وانزل بيه على الاوفرلود. على السي اوفر لود، يبقى هنا محرك الضاغط، ريلي تيار. ماشي، لو بصينا كده على الدايره كده مع بعض، ماشي، هنلاحظ الدايره كلها بالشكل ده. ماشي، منبع التيار الكهربي، مفتاح تشغيل، ثرموستات، ريليه، محرك الضاغط، اوفرلود. يبقى كده الدايره تبريد شغال. طيب نبص مع بعض على دايره التسخين، ادي مفتاح التسخين، تسخين المياه. ماشي، بيكون موجود عندي خزان صغير للميه السخنه،
وفي هيتر بنفس الوضع اللي انا هعمله ده. بس طبعا بيكون ايه؟ ملف نحاسي جواه الهيتر. ماشي؟ طرف معاه سيرمو ديسك واحد، وفي واحد تاني معاه اتنين موجودين على الخزان هنشوفهم دلوقتي متصلين مع بعض. سيرمو ديسك ماشي، وسيرمو فيوز عشان يفصل معاه. سيرمو فيوز ماشي. ادي الهيتر بتاعي، هيتر سخان تمام. بياخد طرف من اطراف التيار الكهربي الرئيسي اللي رايح للضاغط، محرك الضاغط بالشكل ده ماشي. الطرف الثاني اللي متوصل مع السيرمو فيود ماشي، والسيرمو ديسك هيتصل مع مفتاح التشغيل بتاع الساخن اللي هو الاحمر. يبقى انا لو هشغل دلوقتي الميه السخنه بضغط على المفتاح الاحمر ده، هشغل الميه البارده يعني محرك الضاغط ده هيشتغل ماشي، هو والريلي بتاعه والثرموستات، بضغط على مفتاح الاخضر ده. دايره بسيطه جدا وما فيهاش اي لعبات. طيب في لمبات بيان موجوده للهيتر ولمبه بيان موجوده للضاغط، يعني معنى ان الضغط يشتغل يبقى في لمبه بيان موجوده ولمبه بيان عموميه. لمبه البيان العموميه هتاخد من الطرفين دول اللي هم بتوع المنبع. لحظه معايا، خليكم معايا. يبقى دي لمبه البيان العموميه اللي بتقول ان انا عندي كهرباء واصله للمبرد اهي بنفس الوضع كده تمام. والطرف الثاني هنمشيه برضو اسمر عشان يبقى كل الالوان بتاعتنا واضحه، بس هنحط فيها هنا احمر في الاكس. يبقى دي لمبه بيان عموميه، لمبه بيان عموميه تمام. عندي لمبتين بيان تانيين موجودين في الدايره، واحده لعمل السخان الهيتر والثانيه لعمل الضابط. يبقى هنبدا بالسخان، هناخد طرف من هنا من بعد مفتاح التشغيل، اتاخد من النقطه دي بالظبط كده اهي، وادي اللمبه وهنعملها باي لون تاني من جوه اهي في الاكس بتاعتها، لمبه سخان. والطرف التاني هناخده اسمر رايح على اللمبه. يبقى كده اما اضغط على مفتاح التشغيل الهيتر ده هيشتغل واللمبه دي هتنور معايا تمام. يبقى في لمبه ثالثه معانا. بعض المبردات بيكون فيها لمبتين بس، واحده للهيتر وواحده للضغط، والبعض بيكون فيها ثلاثه. طيب بتاعه الضغط بقى بتاعه التبريد هناخدها منين؟ يا اما من بعد الترموستات يا اما من عند مفتاح التشغيل مجرد ما اضغط الضغط. لو انا عايزها توضح ان الترموستات فصل هاخدها من بعد الترموستات، عايزها تبين بس ان وضع الضاغط الكهرباء شغاله للضاغط هاخدها من بعد المفتاح. طيب هناخدها من بعد المفتاح على طول زي دي اهي، من عند النقطه اللي داخله للترموستات بالاخضر برضو اهي، وانزل بيها كده ماشي تمام. ونفس الوضع اهي الطرف الثاني، ياخد من الطرف الثاني اللي مدي السخان اللي هو الاسمر ماشي، وتبقى الدايره عندي كده انتهت. ايه اللي بيحصل بقى؟ عندي تشغيل الضاغط عايز ميه بارده، بضغط على مفتاح التشغيل اللي هو الاخضر يشغل لي الضاغط بتاعي والريليه، والترموستات بتوصل وتفصل على حسب درجه الحراره. طبعا ترموستات مبرد المياه يختلف عن ترموستات الثلاجه والديب فريزر، لان ما بيوصلش لوضع التجميد. لو وصل، لو ركبت له ترموستات ثلاجه هيجمد الميه مش هينزل ميه، فبالتالي يلزمني انه يجيب ترموستات بتاع مبرد ميه تمام.
وتشتغل الدايره. عايز الميه السخنه اشغلها بضغط على المفتاح الاحمر هيشتغل الهيتر والثيرموديسك بتاعه كده كده متصل على طول ما بيفصلش الا لما درجه الحراره تعلى في الخزان فبيبدا ايه جزء الثيرموديسكات دولت بيفصلوا والاثنين بيامنوا بعض ماشي. ودي الدايره النظريه ركز معايا كده اهيت فيها ودلوقتي نبص على تطبيقها جوه.